لمحنا الحب لف شماغه وتلثم وشمر زنده نشم بثوبه المهندم حملوا روحه على كفه ولا همه إذا استشهدت زغرت بالدمع أمه خير؟ مالك؟ كل خير ما شاء الله. تقول انه قاعد بيناتنا وعارف قديش معانا من المصاري وتقول عدهم بيدو عد الله وكيلش دقر على 75 ليرة. ايقول الحمد لله. ايه ماني دايما بقول الحمد لله، بس بدي حق البضاعة. اسمع يا شتاوي، أم عبده سرت لي إنه أبو عبده بلش تجارته بشوال شوال دخان مفروك وميزان، وهيهم ما شاء الله عنهم، الله فتح بوجههم وإحنا مستأجرين بعمارتهم. هاي سكت سكت سكت، أنت غابة فيلي ما أنتيش دارية من الدخان المفروك. قول من الربا، من الربا والفايض اللي كانوا يأخذوه من الناس. لا 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 لا، ومن الدخان كمان يا حبيبي. يا شتاوي انت ظلك بالدكان مرتاح طول اليوم، وبدل المشاوير اللي بتهري الصنادل والكنادر بتوفر حقهن. صادقة. وابوي، ابوي الله يرضى عليه، حكالي انه التجارة بالسوق تلبيس طواقي، يعني بتشتري البضاعة من تاجر الجملة وبعدين بتسدوا على مهلك شهر شهرين. إيه يعني بدش يعني ألبس طواقي؟ لا 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 لا، أنا بقدرش، ما بقدرش. لا بتقدر. كيف بدك تشيلهن هذول الخرفان؟ وكيف يوكلن وكيف يشربن؟ البيعهن الأول تاجر لقيه بالطريق. أنت وين جبت منهم؟ رطلين جميد من بيت عايد، ورطل من هنادي، والشيخ أعطاك نص دينار. وابو جلده ما دفع؟ منزل ما دفع. بنته اعطتني 10 قروش، وامها سلمى اعطتني جزة صوف. كلهم معطوا مثل ملوح، الله يطول بعمره. بدك نرحل؟ قوشنا على كل الديرة، ما ظل بيها شيء. وين بدك نرحل؟ نرحل على الأزرق، وبالطريق نرتاح يومين بالوسية والطافح. ماشي. Yeah.
يا كش كش يا مال الجث رام ولج عام كش كش على بك يا ولد على امني عمو من اخر الشهر شوف لك راعي لغنمك يا حيف عليك يا سند انت لو تتركنا حنا ما نترك زهقت وطلعت روحي كل رعيان عرب السايح محهم راده يتسلوا عليه وانا اتسلى مره مع الحمار ومره مع المرياع ومره اتسلى مع حالي يقطع شرك يا سنة تعال جاي جبت معك شيء طول روحك أمتك مرحيل أرسلت لك حلو مع الطعام افتح ذمك وباشر ترسل لك رشوف بعد ما حال الرشوف كل ما بريد هجمنا عليه اسمع قبل كل شيء ودي الراديو انت ابن اثمك من الحلو والراديو ملحوق عليه معك يومين اثنين تنزل على السوق تجيب الراديو ومعه حجرين احتياط قل لي كم الجبان حلب اليوم من الغنم سبعة الحمد والشكر لله اللهم زد وبارك الله يكثر الخير اللهم زد وبارك عذاب قلبي من عذابك الله يمرضهم من حالهم اللي دزوك على الهم ترجع القاذفات مكانهن وكل واحد يحط إشارة على القاذفة اللي يستعملها حاضر سيدي نرجع المعسكر سيدي الليلة تناموا بدري وبكرة عندنا تطبيق عملي قدام القايد ويا ويلكوا سواد ليلكوا إذا ما بيضت وجهي إلى اليسار در الله سارعاً صغيرة منه جايبته معك تعليمات تقول 3 مرات باليوم أسلم نيتك أنا بوفي الشغل اللي ما يخلص اليوم يخلص بكرة خلينا نروح يلا إيش
إيش؟ يا أبوي. ما شاء الله ما شاء الله، يا ريتها مبروك يا اخوي الشتاوي. ربنا يبارك بيك ويعطينا ويعطيك يا رب. اللهم بقى امين. دكانتك يعني بدها 100 دينار بتعب بيها بضاعه. يا سيدي الله كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندك ذره بيضة للحمام؟ ذره بيضة لا والله ما بيش، انما بكره بكون موجود. شكله من زباين ابو حمدي اللي باعك الدكان. ابدريش. بس هذا ثالث زبون بيجي بطلب ذرة للحمام. يا الله يلا يا ولاد. هلا هلا عموها. هلا 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 صالح ميسرة. يلا يعطيكم العافية يا شباب. بدي اياكم نشامة. ها اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. تعال هون يا حمدان. عندك يا مختار. تدري يا مختار لو الطريق مزفتة لأم سوانة كان بعتها البكم واشتريت لي باص وبظل رايح جاي كل يوم على القرية. قل لي يا حمدان من وين جبت فالح؟ مين فالح؟ العامل اللي رحل علينا. هذا جبته من حي الشرقي. حي الشرقي؟ طيب يا حمدان. منين لك هذول؟ من الغانمين شرواك. أكيد ترى المشتري سرقة. ها اتركهن اتركهن، بطلنا نبيع. انت مالك زعلتي؟ روح عرب السايح واسألهم عن أصلهن وفصلهن، أو خليهن لصاحب النصيب. حط ايدك هان سعده. حط خاف يشردوا. هات 6 ليرات. يم شتاوي الدواج. يا عمي بكنس بدكانة ابو حمدي، شكله مشتريها. احنا شنو بذمة ابو حمدي؟ العام بعناه طن شعير ما سد، يعني 4 ليرات و60 قرش. اعرف لي وين بيته. نادي عزايب، ليه ما انتم معلقين على الفرس؟ اسأل حبيبتي القلب الغثى. الغثى اللي تغثي وجهك. ودك اياني علق الفرس واعجن بعد؟ هيك كثير يا عجوز يا ختياره. انا وريك، انا الختياره، انا وريك. تعالي وريني يا عجوز. تعجز عن تحريك لسانك. لسانك هذا اللي وده ينقطع. انا لساني اللي وده ينقطع. تعال شوف يا طلاب، تعال شوف. وش الحس هذا؟ خوف الله. القرعه قامت على ام قرون. مين القرعه ومين ام قرون؟ يا طلاق خذ عجوزك من هان. فضحتيني انت وياها. كل عرب السايح يعايروني بنقاركن. انا وش علي؟ انا قاعد اعدل. انا قلت لك 100 مره يا طلق ما ودي ما ودي ما ودي اعيش معاها. تستاهلي تستاهلي. يي يي يا طلق يا حبايب قلبي. طول بالك وددبا جلدك. طول بالك يا بي يا بي. الحقوني يا ناس. مثل العاده يمه ولعت من الضراير والشيخ ما يقصر بيهن. يي يي
عندك اقهر اقهر ابعد الهرمه دخيل البيت ابعد عن وجهي ما بعد اطلق ما بعد اقول لك انت شيخ وتعرف وش حكمها للي ما اشتهب بيتي دريت شفتي يا عمتي عجوزة السو هذه اللي حرضت علي روقي روقي كسر لي يدي وظهري ورجلي بعد كله تكسر يا ميبا وانتي ما قصرتي معها بعد أنا الله يسامحك يا عمتي أنا قلت لها تعلق الفرس وأنا أعجن العجين ايه؟ هي لا علقت الفرس والعجنة العجين وحرضت علي بعد خفي حسك خلاص عاد اقعدي 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 وين غسلي يدك اول اساعدك اساعدك يا مسوان يقطع يدك يا عزايم يقطع يدك اربطي هالحمار اللي يضيع منا بهالليل تعال تعال حط لي الحبل برقبته وشاب اذا انا ما انا غلطانه هذا صوت سعده سعده ما انا هي سعده منو انت يا رجل؟ ضيف وجار. حياك الله. يا هلا. كيفك يا طويرش؟ هلا هلا هلا. تفضلوا. هذا الرباب ولا انا غلطانة؟ ايه الزريف وسعدة. كسر ضلوعي يا اخوي يا عايد كسر ضلوعي يكسر عظامه وعظامها ان شاء الله اشربي مي اشربي ما ودي سالفتك مع ضرتك ما تخلص كل يوم والثاني نسمع الفقير ببيت طلاق تبلاني تبلاني يا اخوي ابو رحي كل ما تصير شغله بالبيت تقعد تجاكر بي ولسانها طول وشمرين وانت وش اللي مقعدك معها مش قلتي؟ اطلعي عنها ببيت ثاني وارتاحي من شرها وريحي راسك ايه؟ اطلع من البيت اللي تعبت وشقيت لمين صمتوا مع شليتين غنم وفرس وسيارة؟ لا لله ما اطلع من البيت هي تطلع يقولوا طلاق ونسوان ما توصلني للوسية باكر؟ علامها نوفو ما علامها شيء زمان ما طلت أريد أزورها باكر يجي التانك إيه التانك يوصلنا لدرب السيارات ومن هناك على السوق إيه وبعد نشتري كم غرض ونزورها سوا وأنا أقدر أخالفك ارجع خذ الدلال ونظف لنا القدور راح يرجع يوجه وجه مثل المرأة ايش بدي احكي قول بدي كم رغيف خبز حتى نفطر عليهم لانه حنا نازلين جديد لا ولعنا حطب ولا عجلنا خبز بس ترجع تاخذ دلال انطيك خبز وزبده وش اقول
ما ودك ركب لك سن ولا سنين ذهب حتى تصير الضحكة هذه تلمع لمع؟ لا ما ودي. خذي. من زمان مش طابخة فيها؟ عاودي خذي الدلال والصحن معك. انطيني كم رغيف خبز نفطر عليها. خذي بيدك. مشكور. معي ودع يقول كل شيء عن الحظ والبخت. ايه اشوفك بعدين. طالع بدري. وانت شقع الغنم بالمرعى راجع قبل المغرب؟ ليه بي شيء؟ السهرة عندك الليلة راح أسمعك موالين. هي وش عليه؟ خاطر في 5 بساط ركاب شافوهم على طريق العزريين نص الليل. العدو قاعد يحشد على معركة كبيرة، لازم تقنع المقاومة يطلع من الكرامة. مش راضيين. السلام عليكم. خليكم. هاي ارجع. فاتني شيء؟ نحاول نقنع المقاومة يطلعوا من الكرامة. ليه؟ راضين؟ مصرين على القتال جوا البلد. حاولت اقنعهم ننتقل لموقع برا البلد، رفضوا. يعني هم مش عارفين حشد الدبابات والمجنزرات؟ مش عارفين انها راح تصير ملحمة؟ بيعرفوا كل شيء يا ابو سليمان. احنا ما بدنا نخسر ولا واحد فيهم، ترى كل باروده بالمواجهه عزيز علينا. مصرين. كمل يا الياس بيه، كمل. نعم يا سيدي. لحد الان سمعت صوت برا. يسعد صباحك يا ورده. صباح الخير أم صالح. صباح الورد. يعطيك العافية. الله يعافيكي. لقيت عجينكم جنب الطابون، قلت أتدرب فيه مع عجينتنا. ما أشترك، تقولي أنا اللي خابستهم. صالح أخذ معاه رغيفين على المدرسة، قال بده يفطر فيهم فلافل هو زميله. صحة وهنا يا رب. عقلبك. تفضلي يا خيتي. يا تفضلي. يعطيهن العافية البنات. الله يعافيكي. افطري معانا. تسلمي يا خالتي، بدي اروح افطر فالح قبل ما يطلع الشغل. اسلم عليكم. مع السلامة. الله معك. تعالي يما. يلا. نفطر بالأول وبعدين نشتغل. هذه عرب فقيرة، حتى خيالها فرسه حمار. نشتغل بالمقصقص لما نمسك الطيار. من هالة الأزرق ما في مقصقص ولا في طيار. نسيت المجبر؟ سراح؟ وهان؟ مش بعيد من هان على كلام بنت أخته. وعنده 5 بيوت. 5 بيوت؟ قاعد اسمعي باكر ننزل عنده. قلك هذا محشور، وده فتح طريق من هان عشان يقدر يطلع بسهولة بعد ما يرمي. سيدي ما أنا جيت من بلدية السلط مشانه. بلدية السلط؟ سيدي الجرافة اللي عندنا تشتغل بكتيبة الدبابات، صحيت رئيس بلدية السلطة من الصبح مشان يعيرنا جرافة البلدية، مشان نفتح طريق للمدفع هذا واثنين اللي ورا. هذا
قوم غسل أفطرك وبعدين منروح نكمل كرم المختار. إيش طالع؟ إيش طالع؟ بلكي الشغل حسنك شوي. مش قادر، تعبان، مش قادر، مش قادر. طب أخذت من الدواء؟ الدواء الدواء قلت واحد. ارتاح ابو نوفل، وصينا على قهوه يا شادي. حاضر يا عمي حاضر، ورانا مشوار يا عارف، اجل حسابك يا سيدي العزيز. 3 دنانير الا ربع، وشو ما طلبت انا تحت امرك. انطيني 4 دنانير على راسي. يا خوي عايد، ودي تاخذني بطريقك الهالي. خلي عندك صبر. من هان لما صل الراعي وارجع شاوري حالي. يا خوي انا ما ودي اشوف طلاق ولا ودي اقعد ببيته. ودك تخلي البيت الهنادي ولو؟ وش قلتي؟ مرحيل خير. الراديو هذا جبت معه حجار، وينه؟ ضبيتهم. ليه ضبيتيهم؟ حجار الراديو هذا ما يجن على حجار الراديو اللي عندك. ما ودي سند يضلي طول النهار فاتح الراديو ويتكل على حجار بخرج البهيم. أداس العيب يا مرحيل، عز الله انك بهيمة. وكاد انه راح يرضي هنادي ويرجعها بالسيارة. لا، الغثة بعدها مخنوسة ببيت منيز. تدري يا خيتي ما قاطع قلبي إلا هالفقس من أمس بالجوع والعطش. طب روحي علقي عليها. قلتك فالح يا فالح فالح. فالح فالح قوم اشرب هالعشبة. بكرة لازم نروح على الدكتور، وبالمرة منروح على السوق. ولا بكرة، ولا بكرة يفرجها الله. بسم الله.
ودنا نشتري طحين، ما ظل عنا طحين. تعال تعال. على ايش 500 دينار؟ فراش عطوة. الجماعة طالبين 10,000 دينار فراش عطوة. 10,000؟ وما راح يعطوا العطوة إلا وهن مدفوعات من كبير الجهة. أنا كل اللي معي 100 دينار، وبعدين أنا بقدرش أجلي وأرحل معكم. الشركة تفصلني من شغلي. اذبحوك بيذبحوك، كل راس مالك طلقة. ترى عارفين طريقنا وبيوتنا وشغلنا، ما بفكنا منهم إلا الجلوة. معنا 3 أيام وثلث عطوة المهلة، لازم نرحل فيهم. هذا شرط كفيل الدفع. فالح، بدي اروح انقل الزبل على الحفر اللي حفرتها مكرم المختار. حطلنا رطل قهوة وقية بهارات وصابون. شد ايدك يا نعيم. حاضر. قديش حسابه؟ خلينا نسجلهم على الدفتر لما ما ودي دفاتر، وتشوف لنا سيارة توصلنا الوسية والسايح. ولا يهمك. يلا ماشي يا خالي، بس اجيب الاولاد من المدرسه بلاقيك هون. اخوي اخوي لا تاخر علي، ترى انا بستناك هون. توكل على الله. يلا ضمان الله يا رب. خير؟ وش يقول الوداع؟ موعودة بضيف يزيد أيامك ولياليك فرح. وش هالضيف؟ الودع يقول إنه طفل يكبر ويشتري فرس. الله لا يقدر ولا يسمح. يا ساتر. خلص يا سعدة لا تغثي بالي. بالتوفيق إن شاء الله يا شتاوي. يطول عمرك يا مختار. أنا خبر أنك مخزن قمح من البيدر اللي فات. تشهلت أسعار القمح بالسوق يا شتاوي؟ ما أنت بتعرف برضه، ما أنت طول نهارك رايح جاي على المتصرفية. على كل حال بزيدك دينار على سعر كل طن. ما قصرت يا شتاوي، بس بدك تصبر علي شهر زمان عبين ما شهل القمحات. ابشر ابشر يا شتاوي. تسلم. يا زينك يا ميثا، صايرة تهذب مليح. كل الخاطر رحيل ها؟ هو بي غيره. العرب يقولوا عن الشاردة كحيلة ورجعت على مربطها. لا يا عمتي، أنا ما رد البيتي إلا لما. وش قصدك يا عمتي الشاردة الكحيلة؟ خويتك. يا كرنيبة يا عزايم. ايه كل هوشة وراها صلح.
وين بدك؟ ودي اروح اخذ هدومي وارد البيت هلي. ها انت دخلتي ببيت منازل وما تطلعي منه الا من شوره وخاطره. اقعدي. ول علي شلون دشرت لها البيت تسرح وتمرح بي. تضحكي ها؟ فوت يا شيخ فوت فوت عفراشك. ترى إن هنت عليك أنا ما يهون لي بيك. العوافي يا أبو نوفل. هلا. شوفك ما طولتي عند بنتك. لا تخلها تنام عندنا القابلة. لا لويش كدلها نايمها على قلبك. إذا أخذتي بين بنت ملوح رطل جميد أضحك بعبك. رحلنا عن الوسية. لا تخفى لك رايح ساعتزم. ما هو جايني نوم. وصلنا ناقلات دبابات حمولتها مغطية وحجمها أصغر من حجم الدبابات. التقدير إنها جسور يا سيدي. هارون نحن نتحرك.